هل لسه مكملين مع حضراتكم؟ النهارده نادي بيراميدز كان بيقدم مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف ريشيتش اللي كان في مران الفريق النهارده وقال كلام مهم جدا. نروح نشوف ونرجع نكمل تاني. I'm very happy to come here to Egypt to Pyramid Club. I know that I came in one club who has big ambition. This is excellent choice for me because I have personally big ambition. I came here to take the trophies. This is my target. In last period, I followed Pyramids. I followed Egyptian league and I followed Egyptian national team. طبعا مبسوط قوي ان هو جه مصر واشتغل مع بيراميدز، نادي كبير، نادي عنده اهداف، نادي عنده طموح، وهو كشخص عنده اهداف وطموح عايز يحققهم، وهو شايف ان هو في المكان المناسب، المكان الممتاز بالنسبه له ان هو يحقق الاهداف دي والطموح ده. طبعا هو متابع الدوري المصري بقاله فتره، اخر فتره هو متابعها، وكان متابع المنتخب الوطني في كاس الامم، وطبعا بالنسبه له هو شايف ان في جوده عاليه قوي موجوده في اللعيبه المصريه وفي الدوري المصري، وهيبقى الموضوع هيبقى صعب، وهو في المنافسه نفسها في الدوري اللي احنا فيه ده، في المنافسه اللي احنا فيها صعبه، بس احنا نعمل كل حاجه علشان نعمل مستوى ايجابي واداء ايجابي. I have a great group of the player with big potential. عنده مستوى، عنده ماتشات كتير قوي كويسه ممتازه. I look at a lot of match. I know a lot of, I have a lot of information. اتفرج على ماتشات كتيره وعنده معلومات كتيره عن اللعيبه. I know how we can make a great job. هو عارف ازاي نقدر نعمل شغل عالي قوي. Together with my guys, with my team, we can make big job, excellent job, great job. مع فريقي ومع الشباب اللي معايا انا متاكد ان شاء الله ان احنا ممكن نعمل مستوى وشغل عالي وكبير قوي. في الاول بس احب اشكر مستر باتشيكو والجهاز اللي كان موجود قبل كده، ناس اجتهدت واشتغلت وادت النادي بقى على مدار السنه اللي فاتت، لكن التوفيق في الفتره الاخيره ما كانش في حليفهم، فانا بتمنى لهم التوفيق يا رب في الفتره اللي جايه كده ان شاء الله. فرحب طبعا بالجهاز الجديد مستر كورونو، راجل كرواتي يعني هو مش غريب عن المنطقه العربيه، اشتغل قبل كده في السعوديه وشغل في الامارات، فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نأدي فيها بشكل كويس ونحاول نحقق ان شاء الله البطولات اللي احنا داخلين فيها. قدامنا لسه الدوري وقدامنا بطوله افريقيا ان شاء الله كده نحاول نأدي فيها بشكل كويس باذن الله. الجهاز الجديد اكيد طبعا جاي ولسه طبعا اول يوم ليه النهارده، فلسه نقعد مع بعض ونتكلم على الفتره اللي جايه هتبقى ماشيه ازاي. اتمنى ان شاء الله هو جاي بحماس كبير جدا وجاي بطموح كبير جدا، ان هو جاي برضو الراجل خد بطولات قبل كده مع دينامو زاغرب في كرواتيا، خد دوري مرتين، فبالنسبه له المنافسات والبطولات مش غريبه عليه يعني، فالراجل متعود ان هو ياخد بطولات يعني. اتمنى ان شاء الله الروح اللي هو جاي بيها دي اثنين لعيبه، وان شاء الله نقدر نأدي المرحله اللي جايه بشكل كويس جدا باذن الله. اكيد ان شاء الله طبعا يعني الراجل من اول اجتماع معي يعني انطباع جيد جدا، لعيبه مبسوطه وحتى الجهاز والستاف، فنتمنى ان شاء الله ان الامور تمشي والتوفيق يكون معانا ان شاء الله ونقدر نحقق طموحات النادي باذن الله الفتره اللي جايه. الراجل عمل اول اجتماع مع اللاعبين، قال خلاص احنا اول حاجه ان احنا اول جمعه قال للعيبه ان احنا عايزين نبقى ابطال، دي اول جمعه قالها للعيبه ان هو خد بطولات في كرواتيا، ومحتاج ان هو هنا برضه ان احنا نكمل على نفس الموضوع، ان شاء الله ان احنا نحاول ننافس على بطوله الدوري اللي احنا ماشيين فيها وبطوله افريقيا باذن الله، وهنحاول ان احنا ندي كل حاجه والتوفيق في النهايه يكون في صالحنا باذن الله ان شاء الله. التجربه بالنسبه لي مش جديده عليا، كان سبق واشتغلت هنا في نادي بيراميدز في موسم 2021 وحققنا نتيجة كويسة جدا، يمكن وصلنا في الموسم دوت لقبل النهائي، وكون اللي انا ارجع تاني ده شرف ليا وشرف كبير قوي. اتمنى السنة دي ان شاء الله نختمها ببطولة، وخصوصا ان يعني كل الامكانيات متوفرة واعتقد ان النية موجودة وهنبذل اقصى جهد اللي احنا نحقق بطولة ان شاء الله السنة دي يعني. طبعا داخلين تحدي وتحدي كبير جدا ان شاء الله، عندي احساس كبير جدا بالتعاون، بذل الجهد مع تكاتف اللعيبه اللي موجوده، لعيبه كبيره جدا على مستوى عالي جدا مع جهاز فني جديد محترم، هيكون فيه روح جديده، اعتقد ان كل دوت هيبقى عوامل اساسيه اللي احنا ان شاء الله نحقق حاجه كويسه السنه دي باذن الله. عبد الله لعيب كبير جدا 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 واكيد هيكون مؤثر في اي حته يعني. طبعا احنا فقدنا عبد الله، بس احنا برضو عندنا مجموعه لعيبه هايله جدا 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 يعني.
كل التوفيق لنادي بيراميدز ومديره الفني الجديد الفترة القادمة إن شاء الله.